السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات في هذا الفيديو الجديد اللي تنتمنى من خلاله أنه يلقاكم بأحسن صحة وعافية وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. فما نساوش نبداو الفيديو ديالنا كيف ولفنا وكيف العادة بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم غادي يكون إن شاء الله واحد العروض اللي هي تخفيضية خاصة بالنساء، غادي تكون إن شاء الله في العروض ديال الماكياج و مستحضرات التجميل. فبالنسبه لهاد العروض هذه فراها ماشي وطنيه، ولكن غادي تكون في بزاف ديال المدن وفي بزاف ديال المحلات. بالنسبه للتاريخ ديالها راه كاينه الثلاث الجاي نهار 15 مارس، وكيف قلنا غادي تكون في عده مدن اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله العناوين ديالها في صندوق الوصف او لا في الاخر الفيديو. نبداو على بركه الله نشوفوا العروض اللي كاينه. اول حاجه كاينين معنا واحد مجموعه ديال 10 ديال لي بانسو زائد لاتخوص ديالهم ديال بيوتي اديك. فبالنسبه لهادو كيف كتشوفهم كيجيو في لاتخوص ديالهم بهذا الشكل هذا. الثمن ديال هادو كان كيديروا 100 درهم، فهاد العروض التخفيضيات كتشوفهم ان شاء الله غير ب 80 درهم، يعني من 2000 ريال غتكتشفهم ب 1600 ريال. هنا كاين معنا ايضا واحد بانسو فون دو تان، بالنسبه لهاد البانسو هادي كانت كدير شي 18 درهم، يعني 360. فهاد العروض التخفيضيات نقص فيها واحد الثمن اللي هو مهم فخلاوها ب10 دراهم. وكاين معنا ايضا حتى كريم اصلاح او لا كريم ريباراتريس زائد بوما ليفغ او بلسم الشفاء، بالنسبه لهاد المجموعه هذه كانت كدير 60 درهم، يعني 1200 ريال، تنقصات فيها تقريبا 15 درهم، فغادي تلقاهم 45 درهم، يعني من 1200 ولو ب 900 ريال. غادي نمشي نشوفوا ايضا باقي العروض. فكاين معنا واحد جيل ديال الالويفيرا، فهنا كاين معنا ايضا جيل الالويفيرا كيف قلنا. بالنسبه لهذا جيل الالويفيرا فيه 250 ملل، الثمن ديال هذا كان كيدير تقريبا شي 80 درهم، يعني 1600 ريال، تنقصات فيه 20 درهم، غتلقاو كيدير 1200 ريال. هنا كاين معنا ايضا حتى قناع الوجه لي ماسك، بالنسبه لهاد لي ماسك هذا فبياسه وحده فيهم كانت كدير 20 درهم، دابا غتلقاوها ب 12 درهم، يعني 240 ريال. بالنسبه لهادو ديال كارني كاين معنا واحد مجموعة ديال العناية بالشعر، بالنسبة لهاد الباك فيه شابوان فيه دي ميلون فيه أيضا حتى سيروم. شابوان ودي ميلون فيهم 200 ملل 200 ملل، وسيروم فيه 100 ملل، هادو كانوا كيديرو 90 درهم، تنقصات فيهم 30 درهم، غتلقاهم كيديرو 60 درهم، يعني 1200 ريال. هنا كاين معنا واحد بديل الزيت، بالنسبة لهاد البديل الزيت كتجي معاه فرشاة ديال الشعر، هذا كانوا كيديرو شي 45 درهم، فهاد العروض التخفيضيات كتشوفهم ب 35 درهم، يعني 700 ريال. كاين معنا أيضا حتى كريم كاموفلاج او لا كريم مخفي العيوب، فهذا كان كيدير 60 درهم، فهاد العروض التخفيضيات كتشوفو ان شاء الله ب 45 درهم، تنقصات فيه 300 ريال، يعني ولا كيدير 900 ريال باش غادي تلقاوه. هنا كاين معنا ايضا حتى احمر شفاه غوجا لايف ديال ابسوليت، بالنسبه لهادو فيهم لوينات مختلفين، الثمن ديالهم كانوا كيديروا 40 درهم، ف حاليا غادي تلقاه كيدير 25 درهم، يعني 500 ريال باش غتلقاو كيدير الواحد. من بعد ايضا نمشي نشوفو باقي العروض. فهنا كاين معنا ايضا ملمع الشفاه جلوز مات، بالنسبه لهذا الجلوز هذا الثمن ديالو كان كيدير 40 درهم، اما في هذه العروض التخفيضيه غادي تكتشفوا ان شاء الله ب 25 درهم، يعني ب 500 ريال. كاين معنا ايضا حتى طلاء الاظافر، بالنسبه لهذا طلاء الاظافر في الوان مختلفين كانوا كيديروا 25 درهم الوحده، كانوا كيديروا 500 ريال، دابا في هاد العروض التخفيضيات نقصات فيهم 10 دراهم، غادي تلقاهم كيديروا 15 درهم اللي هي 300 ريال. ايضا كاين معنا واحد العلبه فيها دي زيبونش او لا اسفنجات ديال خاصين بالماكياج، 5 ديال البياسات، كانوا كيديروا 25 درهم من قبل، فهاد العروض التخفيضيات هما تنقصات فيهم 10 دراهم، غادي تلقاهم كيديروا 15 درهم، يعني 300 ريال. فكيجيو في هاد العلبه هادي كيف قلنا راهم 5 ديال البياسات. من بعد ايضا كاين معنا واحد ملمع شفاه جلوز مات، بالنسبه لهذا الملمع شفاه فيه لوينات اللي هما مختلفين، من 76 درهم، يعني من 1520، غادي تلقاوه كيدير 50 درهم اللي هي 1000 ريال، تنقصات فيه 520 ريال. ايضا حتى ملمع شفاه ديال ماركه اخرى، فهذاك اللي شفنا ديال مايبلين دابا غنشوفو ديال فلورمار، بالنسبه لهذا كان كيدير 40 درهم، يعني 800 ريال، ولكن في هاد العروض التخفيضية غادي تكتشفو ان شاء الله ب 25 درهم، يعني غادي تلقاوه كيدير 500 ريال، من 800 ريال غتلقاوه كيدير 500 ريال، تنقصات فيه 300 ريال.
نمشيو ايضا نشوفو الكتالوج الثاني او الصفحه الثانيه، حتى هي فيها عروض تخفيضيه، فخليكم معايا. هنا كاين معنا ايضا واحد محفظه ديال المكياج. بالنسبه لهاد التخوص هادي فيها غوج ليف، فيها ميني باليت ديال فارا بوبيغ، فيها كرايون، فيها فون دو تان. بالنسبه لهاد المجموعه هادي كانوا كيديروا 100 درهم، فهاد العروض التخفيضيه تنقصات فيهم 40 درهم غتلقاهم ب 60 درهم، يعني ب 1200 ريال. هنا كاين معنا واحد باليت زي ولا لوحه لتزيين العينين. بالنسبه لهاد الباليت زي كانت كدير 50 درهم، فيها لوينات مختلفين، ودابا حاليا غادي تكتشفوها ب 40 درهم، تنقصات فيها 10 درهم، يعني غتلقاوها ب 800 ريال. من بعد ايضا كاين معنا واحد البودره، هاد البودر كومباكت شو. بالنسبه لهادي ديال الباستيل كانت كدير 30 درهم، فهاد العروض التخفيضيه تكتشفوها ب 18 درهم، يعني ب 360 ريال. من بعد ايضا كاين معنا واحد الكيت ديال رسم الحواجب. بالنسبه لهاد الكيت هذا كدير كانت كدير تقريبا 40 درهم، 800 ريال، نقصات فيها 300 ريال، غتلقاوهم كيديروا 25 درهم اللي هي 500 ريال بالنسبه للمارك ديالهم ديال ابسوليت. من بعد كاين معنا واحد بودر كومباكت ديال بيس، لا مارك بيس. بالنسبه لهادو كانوا كيديروا 35 درهم الوحده، فهاد العروض التخفيضيه تكتشفوهم ب 20 درهم، يعني من 700 ريال تلقاهم كيديروا 400 ريال. من بعد ايضا كاين معنا واحد اللوحه لتزيين العيون. فبالنسبه لهاد اللوحه هذه فيها 3 في 1، فيها الفاراجو، فيها ايضا الهايلايت، وفيها ايضا البرونزو. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم كانوا كيديروا 45 درهم، فهاد العروض التخفيضيه تنقصات فيهم 10 درهم، غتلقاهم كيديروا 35 درهم، يعني من 900 ريال تلقاهم كيديروا 700 ريال. من بعد ايضا كاين معنا واحد الفون دو تان. بالنسبه لهاد الفون دو تان راه مات ديال فلورمار، هذا الثمن ديالو كان كيدير 100 درهم، فهاد العروض التخفيضيه تكتشفوا ان شاء الله ب 60 درهم، تنقصات فيه 40 درهم، يعني تحيدات فيه 40%، فغادي تلقاوه كيدير 1200 درهم. كاين ايضا فون دو تان انفيزيبل كوفراج تي، حتى هو ديال فلورمار، من 90 درهم غتلقاوه كيدير 60 درهم، يعني من 1800 غتلقاوه 1200. قلم ديال العينين فيهم لوينات مختلفين، من 35 درهم غتلقاوه كيدير 20 درهم، يعني من 700 غتلقاوه ولا كيدير 400 ريال عندهم. ايضا كاين حتى قلم الحواجب ديال ابسوليت، من 40 درهم غتلقاوه كيدير 25 درهم، يعني من 800 ريال غتلقاو واحد التخفيض اللي هو جد مهم، غتلقاوه ب 25 درهم. ماسكارا، هاد الماسكارا هادي ديال جولدن غوز كانت كدير 40 درهم، غتلقاوها ب 25 درهم، يعني ب 500 ريال. وكاينه ايضا معنا واحد ماسكارا زائد كحل، هادي كانت كدير 100 درهم، غتلقاوها كدير ب 60 درهم، يعني 1200 ديال مايبلين. فهاد العروض هادي كامله دابا اللي شفنا من الاول حتى الاخر، كيف قلنا عروض جهويه غادي تكون في عده مدن. بالنسبه للمدن اللي غادي تكون فيها غادي نذكرها معكم دابا، فغادي تكون ان شاء الله في المحمديه، غادي تكون ايضا حتى في بوزنيقه، في الرباط، سلات، مارق، نيطرا، فاس ومكناس، وايضا حتى طنجه. فهاد العروض هادي اللي كنقولوا عليها عروض الشمال، غنعاود نذكركم بهاد العناوين. فغادي تكون ان شاء الله في الرباط، بوزنيقه، سلات، مارق، نيطرا، فاس ومكناس، وايضا حتى طنجه. وبالنسبه لهاد العروض هادي كيف قلنا فيها عروض تخفيضيه، ولكن من الضروري كنصيحه لكم تردوا البال مع لي دات اللي كيكون فيهم، يعني التواريخ ديالهم والوقت ديال نهايه الصلاحيه ديالهم، فضروري ما تردوا البال معهم، حيت ملي كيقرب يسالي مثلا لا دات ديالهم فكيديروا فيهم مثلا تخفيضات. فنتمنى هاد الفيديو هادي يكون عجبكم، ما تبخلوش عنا دائما التشجيعات والتعليقات اللي كتخليو لينا. نتلاقاكم في الفيديو الجاي، نلقاكم باحسن صحه وعافيه، تبارك الله عليكم.